محاولات يائسة، محاولات خاطئة، ومش هو ده الطريق اللي يخلي الإخوان المسلمين جزء من العملية السياسية، هيخليهم دائما خارج العملية السياسية. وده شيء احنا كنا نريد أن تكون هناك معارضة من داخل العملية الدستورية يقولوا لا، إنما يترشحوا في الانتخابات ويكون لهم دور. يعني مع الأسف الطريق اللي هم واخدينه لن يؤدي إلى أي عمل إيجابي. ما حدش يخاف، احنا مأمنين أعلى درجات التأمين بالتنسيق مع القوات المسلحة، وكله ينزل ما يخافش. هذا يوم هام لمصر، مصريين بندخل مرحلة جديدة، مرحلة مسار ديمقراطي يبدأ بالتصويت على الاستفتاء، وفي رأيي لابد أن يكون التصويت بنعم. حرصت على الحضور من الخارج لإبدأ بصوتي، وأنا في طريقي إلى المطار بعد نص ساعة لسفرية أخرى، إنما كان من المستحيل أن أغيب عن هذه المناسبة التاريخية. أكد لهم أنه الأمن مستتب تماما، وأنه رغم المحاولات اللي ممكن أنه أعداء الوطن يحاولوا يعملوها، إلا أنه الشعب بوحدته وبقوته وبحماسه هيتغلب على كل هذا التهديد.